السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله معاكم رنا هنداوي. بإذن الله هنشرح النهاردة آخر محاضرة في محاضرات اناتومي 3 وآخر محاضرة في الاناتومي عموما، خلاص وبإذن الله يكون ختامها مسك. النهاردة المحاضرة هتتكلم عن ايه؟ بإذن الله هتتكلم عن البلفيك وولز. انت في بداية الترم في اناتومي 3 بدأنا ندرس السوركس، وبعد وخدنا فيه الريبس بتفاصيلها والانتركوستال ماسلز، وخدنا كمان اللونج والهارت وكل حاجة بالتفصيل، ونزلنا تحت شوية على الابدومين، خدت الابدومينال وولز. بعد كده هنتكلم عن اخر حاجه وهو البلفس اللي انت اوريدي بدات فيه المحاضره اللي فاتت، عرفت يعني ايه بلفس، البون بتاعه، الديامترز، شويه حاجات كده عن البلفس. النهارده استكمالا للبلفس هنتكلم عن البلفيك وولز، وكالعادة عايزين نعرف ايه الكونتنت بتاع المحاضرة دي. هي محاضرة بسيطة بإذن الله، هنعمل فيها ريفيجن سريع كده على البون وعلى حاجات فيتشرز مهمة يعني هنحتاجها في المحاضرة، بس هنراجع عليها مراجعة سريعة. بعد كده هنتكلم ايه البلفيك وولز دي، هل هي ليه بقول وولز يعني مش بلفيك وول واحد، لأ. طيب هنتكلم عن الماسلز كمان المكونة له، وهنتكلم عن حاجة اسمها البلفيك دايفرام، ودي حاجة مهمة جدا، ولما تدخل بإذن الله ترم جاينا النساء هتبقى عضلة مهمة، عضلة مين وليها اكسرسايزز لوحدها مهمة في حاجات كتير. بعد كده هنتكلم عن الساكرال بليكسس، زي اي ريجن بنتكلم عليها. لما خدت ابر اتكلمت عن بريكيال بليكسس، لما خدت الابدومينال ماسلز اتكلمت عن اللمبر بليكسس. طبعا هنتكلم هنا عن الماسلز والانرفيشن بتاعها، فالمفروض نعرف الساكرال بليكسس. طيب يعني تذكيرا بسيطا كده، ده شكل الحوض. الحوض ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن البونز بتاعته، ادي الهيبون، اتنين هيبون، وادي السيكروم والكوكسكس مع بعض عملوا حاجة اسمها البلفيك جيردل، وهنا كده ده الجوينت اللي هو سيمفيسيس بيوبس. الهيبون دي عبارة عن ثلاث عضمات متمفصلين مع بعض، مش متمفصلين، لا هم عبارة عن ثلاث عضمات، إيليام إيسكيام والإيليام والبيوبس والإسكيم، الثلاثة بيتجمعوا مع بعض في بي تراي راديت ليجامنت في منطقة الأسيتابيلم كده، عملوا لي الهيبون، بتتحد مع السكرم وبتكون لي والسكرم طبعا متحدة مع الكوكسكس، وده كده ايه شكل البلفس يعني صورة عامة كده. وتعالى بقى نشوف اللي انا عايزك تعرفه. انا عندي دلوقتي ده ايه؟ ده الابدومينال كافيتي، تمام، حلو قوي. وبعد الابدومين عندي البلفس. طيب عظم الحوض ده عظم كبير شويه، في جزء منه ممتد وحميلي اجزاء من الفسرة بتاعه الابدومين، يعني جزء ايه يعتبر داخل مع جزء الابدومينال شويه. فقال لك لا، ده مش هنعتبره بلفس، فسميناه ايه؟ سميناه فولس بلفس، وده بيبقى جزء كبير شويه. طيب يا عمي فين البلفس؟ قال لك والله انا هدي لك حدود تقول لك من هنا ابدا لي الترو بلفس، البلفس الحقيقي اللي هياخد الفسرة بتاعه البلفس بتاعي. طيب منين بقى فين يعني؟ قال لك والله انا عندي حاجه اسمها ترو بلفس وعندي حاجه اسمها فولس بلفس. الترو بلفس عندي اللي هي الحته الدايره الحمراء دي، اللي هي الحته الصفراء بقى من جوه، حدوده بيبدا عند البلفيك بريم او البلفيك انلت، البلفيك بريم او البلفيك انلت اللي هو مش هقول لك عليه بالاحمر، تمام، اللي هو مش هقول لي عليه بالاحمر. اما الحته الخضراء دي عندي هي الفولس بلفس اللي هو الجريتر بلفس. طيب قلنا حدوده ايه؟ انت طبعا خدت حدوده المحاضرة اللي فاتت، الحدود بتاعته ادي عندي السكرال برمنتري، ده البلفيك بريم، والمارجن بتاع الالا اوف ذا سيكرم، بعد كده الاركوت لاين، بعد كده البكتينيال لاين، بعد كده البيوبيك كريست والسيمفيسيس بيوبس، وزيهم الناحية التانية عملوا لي البلفيك بريم او البلفيك انلت، اللي تحته بقى هو البلفيك كافيتي اللي هو يعني الترو بلفس. طيب في حاجه بقى مهمه عايزك تعرفها، احنا هنا قلنا ده الابدومينال كافيتي وهنا البلفيك
كافيتي، تمام. في حاجه اسمها ايه؟ برينيوم. ايه البرينيوم؟ هتسمع الاسم ده. عندي البلفيك كافيتي، في حاجه اسمها البلفيك فلور، يعني في ايه؟ في فلور قافله لي البلفس، في الفيسرا بتاعه البلفس، وفي فلور قافلها لي او اللي اسمها بلفيك دايفريم. طب بره الاورفيسز والفتحات والحاجات اللي هتخرج، الاكسترنال جينيتاليا بتخرج في حته اسمها برينيوم. البرينيوم دي اللي هتخرج منه الاكسترنال جينيتاليا هتلاقي فيه الفتحات بتاعتها. تمام. يبقى انا عرفت ترو بلفس والفولس بلفس، عرفت الحدود بتاعتهم، عرفت ان عظم الحوض عبارة عن هيبون وعبارة عن السيكروم والكوكسكس، والهيبون طبعا من الناحيتين والسيكروم والكوكسكس، وقدام في السيمفيسيس بيوبس. تمام. طيب في شوية فيتشرز كده على البون احب ان احنا نكون عارفينها. طبعا انا عندي دي الهيبون، تمام. الهيبون دي ثلاث عظمات، إليم والإسكيم والبيوبس. حلو. انا عايزك تعرف في الإليم حاجة مهمة جدا، الحتة دي كده عاملة زي الودن اسمها اوريكولار سيرفيس. طب ليه مهمة؟ لان هتيجي عظمة السيكروم هنلاقي فيها نفس المكان ده، وهيمسكوا مع بعض ويعملوا لي جوينت مهم جدا اسمه ساكرو إلياك جوينت. يبقى دي عظمة الإليم، الحتة دي اللي شبه الودن شوية اسمها أوريكولار سيرفيس، دي تهمني. والحتة دي كمان اسمها البكتينيال لاين. تمام. ده كده في الإليم، ده اللي أنا عايزك تعرفه في الإليم. وكمان عايزك تعرف حاجة في الإليم، إن أنا عندي لا خلينا كده في الإليم. ماشي. عايزك تعرف الأوريكولار سيرفيس ده اللي يهمني، والأركويت لاين يهمني. طيب بعد كده هنيجي لعظمة الإسكيم. الإسكيم بقى فيها حتة مهمة قوي قوي قوي، هو الإسكيال سباين، الحتة البارزة الصغيرة دي اللي هي اسمها إيه؟ الإسكيال سباين. إسكيال سباين ده مهم ليه؟ لأن هقولك على حاجة، في حتة منتوشة فوقه وحتة منتوشة تحته. قال يعني إيه بقى حتة منتوشة؟ في حتة منتوشة فوق وحتة منتوشة تحت، جريتر سياتيك نوتش وليسر سياتيك نوتش. ليه بقول دي مهمة؟ دي مهمة لان في عضلة هتعدي في الجريتر سياتيك نوتش، وفي عضلة هتعدي في الليسر سياتيك نوتش، وهناخدهم بالتفصيل. تمام. قال لك كمان في عندك حاجة اسمها الاسكيال، في عندي حاجة كمان اسمها الاسكيال تيبروسيتي، وده طبعا كلنا عارفينه. هنا الهيب بون اصلا هي كانت ثلاث عضمات مفصول مع بعض بتراي روديت ليجامنت، وعملوا لي الهيب بون. تمام. ده كده ان شاء الله الفيتشرز اللي انا ممكن احتاجها. طيب نبدأ كده بقى بسم الله ونتكلم عن البلفيك وولز. البلفيك وولز انا اتخيل كده ان البلفيك وول ده جدار، حيطة. فعلا الحيطة عندي بتتكون من ايه؟ الجدار بتاعي عبارة عن طوب، والطوب ماسكه في بعض اسمنت، وبنبقى نعمل له محارة من فوق. تمام. حلو قوي. يبقى انا عندي البلفيك وول زي الجدار بالظبط، عبارة عن طوب واسمنت ومحارة من بره. الطوب والاسمنت بتاعي مين؟ الطوب عندي هو البون. طيب والاسمنت بتاعي مين؟ اللي هيمسك البون مع بعض مين؟ اللي بيمسك لي البون مع بعض هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن يا اما يكون جوينت يا اما ليجامنتس. يبقى اللي بيمسك لي البون مع بعضه هو الجوينتس والليجامنتس. حلو. يبقى انا عندي الطوب اللي هو عبارة عن البون، وعندي الجوينتس وعندي الليجامنتس. طيب في حاجة كمان، ايه الحاجة الكمان؟ احنا قلنا في محارة. المحارة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسلز وعبارة عن ميمبرينز، اغشية. يبقى انا كده خلاصة القول، البلفيك وولز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجدار بتاعنا، عبارة عن بون، عبارة عن بون ماسكوا ببعضه جوينتس وليجامنتس، وعندي ماسلز وممبرينز. تمام. ايه بقى البون والماسلز والليجامنتس وده كله؟ قالك البون عندي عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي بتكلم عن البلفيك وول، ولما بقول كلمة بلفيك بشكل عام اعني بيها الترو بلفس. خلاص احنا هنا بنتكلم عن ترو بلفس، ملناش علاقة بالفولس بلفس خالص. طيب فقالك جزء البون فيه هو ايه؟ جزء البون فيه هو جزء من الهيب بون اللي تحت البلفيك انلت او تحت البلفيك بريم. يبقى تاني تخيل معايا الصورة دي، احفظها في دماغك قوي، ان هو البون انتيريور ومن لاترال، انتيريور ومن لاترال، هو عبارة عن البون بتاع الهيب بون اللي تحت البلفيك انلت او البلفيك بريم. طيب ومن بوستيريور عندي السيكروم والكوكسكس، يبقى ده جزء البون. طب جزء الجوينتس اللي ماسكه في بعض الاسمنت بتاعي،
هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجوينت ده اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه الساكرو ايلياك جوينت. ليه؟ لانه ما بين السيكروم وما بين الايليوم. قلنا جزء الايليوم كان اسمه ايه اللي انا قلت لك مهم؟ شبه الودن وريكولار سيرفيس، بيمسكوا يعملوا السيكرو ايلياك جوينت على الناحيتين. وما بين الكوكسيكس وما بين السيكروم في جوينت اسمه ساكرو كوكسيجيال جوينت، وفي قدام اللي هو السيمفيسيس ابيوبس اللي هو سكندري كورتيليجينس جوينت، ده جوينت برضه. يبقى دي الجوينتس بتاعتي. يبقى انا اتكلمت عن الجوينتس، اتكلمت عن البون، ايه كمان الاسمنت التاني كان عندي؟ كان عندي الليجامنت. فالجوينتس دي ليها ليجامنتس، تمام؟ اي جوينت بيمسك العظم بتاعه ليجامنتس، وانت خدت ده في المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، دي مراجعه. وعندي تو ليجامنتس مهمين بقى عندي، ساكروسباينس. ساكروسباينس جاي من السكروم يمسك فيه السباين، السباينس بروسيس او سوري الاسكيال سباين. طيب وساكرو تيوبروس من السيكروم يمسك فيه الاسكيال تيوبروزيتي. يبقى انا كده اتكلمت عن بون جوينت، بون وجوينت وليجامنت، تمام. لسه المحاره، المحاره عباره عن ايه بقى؟ المحاره عباره عن ماسلز، وعباره عن اللهم صل على النبي ميمبرينز. الماسلز بتاعتي هو هنا ذكر لك تو ماسلز مهمين، البايريفورمز ماسل والأوبتيريتور انترنس، وهنتكلم عنهم بالتفصيل الدقيق جدا، تمام. وفي كمان الماسلز بتاعت بقى الفلور مش الول اللي هي البلفيك دايفرام، برضه هنتكلم عنها بإذن الله، تمام. طيب يبقى انا كده اتكلمت عن الماسلز، البايريفورمز ماسل والأوبتيريتور انترنس ماسل. طيب تعال نتكلم عن الممبرينز. شايف معايا الفتحة دي، الفتحة المنورة دي؟ ايه الفتحة المنورة دي؟ والله الفتحة المنورة دي اسمه اوبتيريتور فورامين، كان بيغلفها حاجة اسمها اوبتيريتور ممبرين. طيب يبقى دي اول ممبرين معايا هو الاوبتيريتور ممبرين. مش انا قلت لك ان فتحة البلفس بيقفلها من تحت بلفك دايفريم وعضلات قفلها، واللي بره اللي على بره ده اسمه برينيوم. طيب في ممبرين بقى اسمه ايه؟ البرينيال ممبرين. يبقى انا كده تاني انا بتكلم عن ايه؟ عن البلفيك وول. المكونات بتاعته، اولا انا عندي ترو بلفيس. لما اقول بلفيك وول خلاص انا بتكلم اصلا كلمه بلفيس اعني بيها الترو بلفيس. قلنا حدوده هتبقى ايه؟ البون بتاعي، الطوب بتاعي هو عباره عن الهيب بون، جزء منها بلو البلفيك انلت، ده بيمثل انتيرير ولاترال، والبوستيرير سيكروم وكوكسكس. طب فين بقى الاسمنت؟ الجوينتس اللي هي ساكرو ايلياك جوينت والسيمفيسيس بيوبس والساكرو كوكسيجيال جوينت، تمام. طيب والليجامنتس، الليجامنتس بتاعت الجوينتس اللي انا قلتها دي، وكمان الساكرو سباينس ليجامنت والساكرو تيوبرس ليجامنت، عظيم. طيب الممبرينز بقى والمسلز اللي هي طبقة المحارة، الممبرينز اوبتيريتور ممبرين وبرينيال ممبرين. اما بالنسبة للمسلز فهم البايريفورمز مسل والاوبتيريتور انترنس مسل، تمام. حلو قوي. ادي هنا الكلام اللي قلناه، ان انا عندي ادي البلفيك وول بيقول لك ان انا في ترو بلفيس وفي فولس بلفيس، وده كله ماسك بجوينتس وليجمنتس وممبرينز، بجوينتس وليجمنتس وممبرينز ولايند بي ماسلز. طبعا اول جزء اللي هو البون، وبعد كده الجوينتس والممبرينز والليجمنتس والماسلز، تمام. تمام بعد كده ادي شكل البلفيس. عايزين نتكلم عن ايه؟ هل البلفز ده جدار وبس؟ يعني جدرانه ازاي؟ قال لك زي ما انت شايف كده، ان انا هيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها انتيريور بلفيك وول وبوستيريور بلفيك وول وتو لاترال بلفيك وولز. يبقى انا عندي انتيريور بلفيك وول، بوستيريور بلفيك وول، لاترال بلفيك وول، تمام. تمام الانتيريور بلفيك وول خلينا نمسكها هي اول حاجه. الانتيريور بلفيك وول دي عباره عن ايه؟ لو جيت تبص عليها هتلاقي ان هي شالو. شالو يعني ايه؟ يعني مش حاجه عميقه كده، تمام. تمام ايه اللي بيكونها؟ ده مين؟ ده البيوبس. فقال لك البودي والريماي بتاعت البيوبس. ومين ده؟ ده السيمفيسيس بيوبس. يبقى الوول دي هي شالو، بتتكون من البودي بتاع البيوبس والريماي بتاعته، تمام. والسيمفيسيس بيوبس يبقى دي اول وول اللي هي الانتيرور وول. طيب بعد كده البوستيرور وول عباره عن ايه؟ البوستيرور وول دي
البوستيرور وول دي عبارة عن السيكروم والكوكسكس، السيكروم والكوكسكس، وفي عضلة بقى اللي انا قلت لك عليها اللي كانت في الحتة دي كده اسمها البايريفورمز ماسل. تمام، البايريفورمز ماسل. يبقى انا عندي البوستيرور وول لقيتها اعرض شوية، فبنقول لك هي اكستنسيف، هي اعرض شوية، اما الانتيرور وول هي شالو. تمام. البوستيرور وول عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيكروم، عبارة عن كوكسكس، عبارة عن عضلة اسمها بايريفورمز ماسل، وطبعا الفاشية المحيطة بيها. حلو قوي. طيب عايزين نعرف برضو اللاترال وول، واللاترال وول ده مهم وهيبقى عليه كلام لوحده. قال لك اللاترال وول بقى بيتكون من العظم بتاع الهيب بون اللي بيلوه البلفيك انلت، كلام متكرر. طيب وايه كمان معايا؟ قال لك معاك اوبتيوريتور ميمبرين اللي هو كان بيغطي الاوبتيوريتور فورامين والاوبتيوريتور انترنس ماسل. يبقى انا معايا البون اللي تحت، البون بتاع الهب اللي هو بيلو البلفيك انلت او البلفيك بريم، معايا الاوبتيوريتور فورامين، معايا الاوبتيوريتور انترنس ماسل، معايا الليجامنتس، معايا الليجامنتس اللي هو ايه؟ اللي هو الساكروسباينس والساكروتيوبرس ليجامنت. لو جيت تبص على الليجامنتس تاني هتلاقي ان الليجامنتس دي فين؟ في اللاترال. ما هو الفيو ده انا واخداه ازاي؟ الفيو ده انا بص على واحد من الجنب شايل النص الشمال وسايب النص اليمين، فهتلاقيهم مكونين مين؟ اللاترال وول. يبقى انا اتكلمت عن انتيرور وول، بوستيرور وول، لاترال وول، لسه معايا ايه؟ انفيرور. انا عايزه اقفل بقى الدنيا دي، انفيرور وول او بسميها البلفيك فلور. ولو بصيت في الصوره دي هي طبقه العضلات دي اللي قافلالي الحوض من تحت. تمام، بسميها بلفيك دايفرام او بسميها بلفيك فلور، ودي مهمة جدا جدا جدا. طيب يبقى انا اتكلمت عن الستركتشرز بتاعت البلفيك وولز، واتكلمت عن الانتيرور والبوستيرور واللاترال بلفيك وول. طيب هنتكلم عن اللاترال بلفيك وول بقى لوحده. تمام، اللاترال بلفيك وول لو جينا مثلا نبص احنا لسه قايلينه بالظبط نفس الفيو، عباره عن البون اللي هو بيلو البلفيك انلت، عباره عن الاوبتيريتور الفورامين، عباره عن الاوبتيريتور انترنس ماسل، وكمان الساكروسباينس والساكروتيوبرس ليجمنت. ما جبتش جديد خالص. تمام، ادي نفس الكلام متكرر بالظبط. طيب هنتكلم بقى عن العضلات. يعني انا دلوقتي كلمتك عن ايه من اول ما بدأنا؟ اديتك كده اوفر فيو كده ومراجعة سريعة على البون اللي انا هحتاجه. بعد كده بدأنا نتكلم عن البلفيك وول، يعني ايه بلفيك وول، العظم بتاعه إيه، ان هو عبارة عن طوب واسمنت ومعرفش ايه، فده التكوينة بتاعته. وقسمنا له انتيرور وبستيرور ولاترال وولز. هنبدأ نمسك بقى اللاترال وول ندرسه. عرفنا اللاترال وول بيتكون من ايه، ذكرنا فيه عضلتين مهمين، عضلة قلنا اسمها بايريفورمز وعضلة اسمها ايه؟ اوبتيوريتور انترنس، واعتقد ان انت خدت دول في اللور. طيب هنمشي خطوة خطوة زي ما احنا بنمشي في العضلة. ممكن ندي وصف بسيط لشكل العضلة، بعد كده بنبدأ نتكلم عن ايه؟ اوريجين، انسيرشن، نيرف سبلاي، اكشن، اللي احنا ماشيين بيه على طول في العضلة. بداية كده النيرف سبلاي كله هتقول لي ساكرال بلكسس، لحد ما ناخد الساكرال بلكسس هنتكلم عن كل واحده ونقول لك ايه المهم فيها بالظبط. تمام. طيب الاوبتيريتور انترنس ماسل، تعال بص معايا كده، يا ترى الفيو ده انت شايفه منين؟ بص يا سيدي، دي السكرم يبقى ده ورا، بس الحته دي كده ده من جوه، تخيل معايا انت كده باصص من جوه. طيب العضله دي شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ قال لك شكلها فلات فان شيب، يبقى شكل العضله فلات فان شيب، موجوده في اللاترال بلفيك وول. تمام، في اللاترال بلفيك وول. تمام، من ناحيه ايه؟ من ناحيه انتيريور، عشان العضله اللي بعدها هنقول لك هي من ناحيه ايه. تمام، يبقى من ناحيه انتيريور في اللاترال بلفيك وول، من ناحيه انتيريور شكلها فلات فان شيب. الاوريجين، يعني احنا لو كبرنا كده شوية وجينا نشوف الاوريجين مع بعض، الاوريجين طالعة منين؟ واخدالي هي كده قافلالي الاوبتيوريتور فورامين دي، فهي قالك واخدة منين؟ واخدة من الاوبتيوريتور ممبرين، واخدة من حوالين الفورامين، واخدة كمان يعني واخدة مساحة كده حوالين الاوبتيوريتور فورامين. يبقى بقول ايه؟ الاوبتيوريتور ميمبرين، قال لك البلفيك سيرفيس بتاعه. يعني ايه البلفيك سيرفيس او الديب سيرفيس بتاعه؟ مش انا عندي الميمبرين هنا كده قافل لي الفورامين دي،
الفورامين دي فاتحة، في جزء منه بره وجزء جوه، فالجزء اللي جوه ده بيسموه الديب او بيسموه البلفيك سيرفيس بتاع الاوبتيريتور ممبرين. عشان ما نتوهش من بعض، بتكلم عن عضلة اسمها اوبتيريتور انترنس في اللاترال بلفيك وول في الجزء الانتيريور منه. بتكلم عن الاورجن بتاعها، هي طالعة من البلفيك سيرفيس او الديب سيرفيس بتاع الاوبتيريتور ممبرين، واخده من المارجن بتاع الاوبتيريتور فورامين، وخدت وايد اريا كمان حوالين الاوبتيريتور فورامين. حلو حلو. بعد ما بناخد اورجن بناخد انسرشن. شايف الفايبرز مشيت ازاي؟ الفايبرز بدات تلف 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 وعشان تعمل لي التندون، وتروح تعمل انسرشن في الفيمر. تروح تعمل انسرشن فين؟ في الفيمر. طب هي ازاي راحت للفيمر؟ انت بتقول لي في اللاترال بيلفيك وول من جوه، يعني من جوه كده من ناحيه الديب سيرفيس وانتيرور، ازاي راحت للفيمر؟ قال لك بص يا سيدي، انا قلت لك في البدايه ان انا عندي في حاجه اسمها اسكيال سباين، قلت لك مهم جدا عشان في حته منتوشه فوق، في حته منتوشه فوق وفي حته منتوشه تحت، انا قلت لك كده. طيب ايه بقى موضوع الحته المنتوشه فوق والحته المنتوشه تحت؟ الحته المنتوشه فوق دي بقى العضله، تخيل معايا العضله كده معديه فيها، ما هو الناحيه دي زي الناحيه دي، يعني في هنا عضله برضو معديه هنا كده، وفي هنا برضو في مار كده. طيب العضله عدت في الجريتر سياتيك نوتش عشان تروح تعمل سوري احنا بنتكلم عن الاوبتيريتور انترنس، سوري يا شباب، الاوبتيريتور انترنس اللي هي هنا، تمام؟ قال لك بتلف وتعدي في الايه، في الليزر سياتيك نوتش، سوري. يبقى تاني انا بتكلم عن الاوبتيريتور انترنس، بتعدي فين؟ في الليزر سياتيك نوتش عشان تروح تعمل انسرشن فين؟ بتروح تعمل انسرشن في الفيمر. فين بقى بالظبط في الفيمر؟ قال لك في الجريتر تروكانتر بتاع الفيمر، برضو فين؟ في الميديال سيرفيس بتاعه، تمام. النيرف سبلاي بتاعها قلنا من الساكرال بليكسس، ماشي لحد ما ناخدها. طيب الاكشن، والله دي عضله ماسكه في ميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر. تخيل لما الاوريجن والانسرشن يقربوا من بعض هتعمل ايه؟ قال لك بتعمل لاترال روتيشن في الصاي وابدكشن اوف الفليكسد هيب. لاترال روتيشن في الصاي وابدكشن اوف الفليكسد هيب. عايزين نشوف العضله دي من ناحيه تانية كده. بص معايا على الفيو ده، الفيو ده انا باصص على البلفس من فوق، البلفيك كافيتي من فوق. فقال لك العضله دي بتمثل ايه؟ انا قلت لك هي في اللاترال بلفيك وول من ناحيه انتيرير، في اللاترال بلفيك وول من ناحيه انتيرير. تاني انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن اللاترال بلفيك وول، اتكلمت عن العظم بتاعه، اتكلمت عن البون اللي فيه، واتكلمت عن حدوده. بدات اتكلم عن العضله الاولانيه اللي هي الاوبتيريتور انترنس ماسل، قلت لك ان دي عضله شكلها فان شيب ماسل، تمام. الاوريجن بتاعها بتطلع منين؟ قال لك والله هي طالعه من الاوبتيوريتور ممبرين، واخده اجزاء من حوالين كده، طلعت عن الاوبتيوريتور ممبرين واخده من الاوبتيوريتور فورامين، بس من الديب سيرفيس او الايه بيسموه البلفيك سيرفيس، تمام. ده الاوريجن بتاعها. الفايبرز بتاعتها تلف كده مع بعض وتطلع من الحته المندوشه اللي تحت، اللي هي مين؟ اللي هي الليزر سياتيك نوتش. تطلع من الليزر سياتيك نوتش عشان تروح تانسرت فين؟ في الميديال سيرفيس اوف جريتر تروكانتر، واخده نيرف سبلاي من الساكرال بليكسس. الاكشن بتاعها بتعمل لاترال روتيشن في الساي وابدكشن في الفليكسد هيب، تمام جدا. ادي الكلام اللي مكتوب عن الاوبتيريتور انترنس مصر. بعد كده هنتكلم عن ايه؟ بعد كده هنتكلم عن اختها اللي هي اسمها ايه؟ اسمها البايريفورمز مصر. البايريفورمز بقى وركز معايا، عشان البايريفورمز دي عضله مهمه جدا جدا، وفي اصلا سندروم اسمها البايريفورمز سندروم، وعضله مهمه. هي بقى ايه الحته الايه الحمراء دي؟ البايريفورمز دي شكلها بايريفورم، يعني شكلها بيراميدال كده شويه، تمام. هي برضو في اللاترال بيلفيك وول، في اللاترال بيلفيك وول. هتقول لي انت قلتي من شويه ان البوستيريور بيلفيك وول في عضله اسمها بايريفورمز، هقول لك صح. احنا لما بنيجي نتكلم وتحسبها، تتكلم عن اللاترال بيلفيك وول، بتقول لي ان في عضلتين، بايريفورمز وابتيريتور انترنس، ابتيريتور انترنس انتيرير وبايريفورمز بوستيرير، تمام. برضه هنتكلم عن اوريجين وانسرشن والنيرف سبلاي واكشن. يا ترى البايريفورمز دي جايه منين؟ هي مش واضح معايا هي جايه منين. بص بقى على الصوره الثانيه، خلينا نبص على ايوه الصوره دي. بص معايا كده، البايريفورمز بتطلع ايه؟ بتطلع من هنا كده، من الحته دي كده،
تمام. يعني بتطلع منين؟ من اللاترال بورت بتاع البلفيك سيرفس، احنا قلنا من جوه كده اسمه بلفيك سيرفس او ديب سيرفس. بتاع مين؟ الميدل 3 ساكرال بيسز. انت عندك السكرم السواحل واثنين وثلاثة واربعة، قالك الميدل 3 ساكرال بيسز وخمسة، في كمان اس خمسة، الميدل 3 ساكرال بيسز. حلو حلو. يبقى هي طالعة منين؟ طالعة من الميدل 3 ساكرال بيسز. الميدل 3 ساكرال بيسز منين؟ من الميدل 3 ساكرال بيسز، قالك من اللاترال بورت، من اللاترال بورت بتاع البلفيك سيرفس، يعني من ناحيه لاترال اللاترال بورت وفي البلفيك سيرفس وفي الميدل 3 ساكرال بيسز. اهم حاجه من الميدل 3 ساكرال بيسز، يبقى البايريفورمز ماسل الاوريجن بتاع ميدل 3 ساكرال بيسز. هتروح تعمل انسرشن في، بص يا سيدي، بتروح الفايبرز بتاعتي ماشيه، العضله اهي ماشيه كده، مشيت في مين؟ في الحته البنتوشه الكبير في الجريتور سايتيك نوتش. عشان تروح تعمل انسرشن فين؟ برضو هتروح تعمل انسيرشن في الفيمور في الجريتر تروكانتر. قال فين؟ في الابر بوردر. تمام. يبقى هي بتعمل انسيرشن في الابر بوردر بتاع مين؟ هي فوق، فبتعمل انسيرشن في الابر بوردر بتاع الجريتر تروكانتر اوف الفيمور. يبقى تاني انا عندي عضله اسمها البايريفورمز بتطلع من الميدل 3 ساكرال بيسز، هتطلع وتمشي في الجريتر سايتك نوتش عشان تروح تعمل انسرشن اهي، تروح تعمل انسرشن في الفيمر في الابر بوردر بتاع الفيمر. بتيريتور انترنس كانت عامله انسرشن في الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر بتاع الفيمر. نيرف سبلاي ها ساكرال بلكسس، الاكشن نفس الاكشن بالظبط، لاترال روتيشن في الساي وابدكشن اوف الفليكسد هيب. يبقى انا كده اتكلمت عن اللاترال بيلفيك وول، اتكلمت عن اللاترال بيلفيك وول والعضلتين المهمين اللي فيه، الاوبتيوريتور انترنس والبايريفورمز. ملحوظه كده ان الاوبتيوريتور انترنس، اوبتيوريتور يعني بتعمل اوبستراكشن، يعني افلال الاوبتيوريتور فورمن. تمام. اوبتيوريتور بتعمل اوبستراكشن يعني افلال الاوبتيوريتور فورمن. وفاكر في الاوبتيوريتور ممبرين كان بيسيب حته مفتوحه كده عشان في فيسلز مهمه هتعدي. تمام تمام. يبقى كده خدنا البلفيك اللاترال بلفيك وول. بعد كده هنتكلم عن ايه بقى؟ المسلز بتاعت البلفيك وولز عامة. تمام. المسلز بتاعت البلفيك وولز عامة، صلى على النبي، عندي اوبتيوريتور انترنوس وعندي بايريفورمس. حلو حلو. اولا بأكد تاني على المعلومة بتاعت ان الاثنين في اللاترال بلفيك وول، ولكن الاوبتيوريتور انترنوس انتيريور والبايريفورمس بوستيريور. طيب، وقلنا بيقفل البلفز من تحت حاجة اسمها البلفيك دايفرام او البلفيك فلور. ماشي. البلفيك فلور ده قصة تانية خالص لوحده. البلفيك فلور ده عبارة عن ايه؟ البلفيك فلور ده عبارة عن تو مين ماسلز، مصل اسمها ليفيتور ايناي ومصل اسمها كوكسيجيس، وساعات بيسموها اسكيو كوكسيجيس. تمام. يبقى تاني، البلفيك دايفرام او البلفيك فلور عبارة عن ايه؟ عبارة عن عضلتين كبار، ليفيتور ايناي وكوكسيجيس اللي ساعات بيسموها اسكيو كوكسيجيس. الليفيتور ايناي دي ذات نفسها بتتقسم لفايبرز كتير، بيوبو كوكسيجيس، بيوبو ريكتاليز، واسكيو اليو كوكسيجيس. تمام. يبقى بيوبو كوكسيجيس، بيوبو ريكتاليز، اليو كوكسيجيس. تاني معايا، البلفيك دايفرام عباره عن ايه؟ ليفيتور ايناي وكوكسيجيس اللي ساعات بيسموها اسكيو كوكسيجيس. الليفيتور ايناي دي عبارة عن بيوبو كوكسيجيس، بيوبو ريكتاليز، اليو كوكسيجيس. حلو حلو جدا. هنبدأ نتكلم عن البلفيك دايفرام ده بالراحة خالص. البلفيك دايفرام بقى، البلفيك دايفرام اللي هي او ساعات بيسموها البلفيك فلور، بص معايا بقى كده على الصورة دي، الصورة دي عشان نشوف البلفيك دايفرام. قلنا هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكوكسيجيس والليفيتور ايناي، والكوكسيجيس دي عبارة عن ايه؟ بيوبو كوكسيجيس، بيوبو ركتاليس، وإليو كوكسيجيس. عايزين نشوف الكلام ده على الصورة. نشوف الكلام ده على الصورة ازاي؟ بص يا سيدي، عايزك تثبتها كده، البيوبو سوري الكوكسيجيس اللي هي اسكيو كوكسيجيس جاية من الاسكيم، رايحة تمسك في الكوكسيكس، فهي اصلا ورا، يبقى هي اللي ورا دي ونخلص منها. الكوكسيكس هي العضلة الحمراء البينك اللي ورا دي، هي دي الكوكسيكس الكوكسيجيس. تمام. دي الكوكسيجيس. اما الالوان بقى الكتير دي كده، دي الليفيتور ايناي، الليفيتور ايناي لان هي كذا جزء، الاورجين بتاعها واحد
يعني ليها اوريجن بنقوله على بعض، بس الفايبرز بتتفرق كده كل واحده تعمل انسرشن، وفي الوظيفه كمان وظايفها مختلفه. تمام تمام يبقى انا عندي البلفيك دايفرام عباره عن الكوكسيجياس ماسل والليفيتور اينوي. طيب ادي منظر تاني ليها برضو، خلينا نشوفه. عندي هنا صلي على النبي، ده كده بوستيريور وده كده انتيريور. حلو. البوستيريور والانتيريور، يبقى اللي بوستيريور دي مين بقى؟ اللي مش اللي لازقه في الوول، اللي لازقه في الوول تبقى تبع الوول. انا ما بتكلمش عن اللي لازقه في الوول، انا بتكلم عن اللي هي تحت اللي هي في الفلور. قال لك الفلور ايه اكتر واحده بوستيريور، يبقى هي مين؟ هي الكوكسوجيس. خلصنا منها، خلصنا منها. تمام. ومين بقى اللي في النص دوت؟ اللي في النص دوت مين؟ دي الليفيتور انوي. طيب في معلومه مهمه، انه لو جيت تبص بقى هتلاقي ان الحته دي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش فايبرز، ما فيهاش عضلات. فقال لك هي البلفيك دايفرام ده هو مش قافل لي البلفس تماما، زي ما خدت الدايفرام اللي فوق اللي هو الحجاب الحاجز. حجاب الحاجز ده كان بيعمل ايه؟ كان فاصل لي الثوراسيك كافيتي عن الابدومينال كافيتي، بس كان لازم ستراكشرز مهمه تعدي، فكان في فتحات. كان عندك الانفيريور بنكافا بيعدي، كان عندك الاورطه بيعدي، ففي فتحات لازم تعدي حاجات مهمه. كذلك هنا بلفيك دايفرام او البلفيك فلور مش كامل من قدام علشان يعدي لي فتحات مهمه زي الفاجينا واليوريسترا في الفيميل واليوريسترا في الميل. يبقى ده كده البلفيك دايفرام بشكل عام. يبقى البلفيك دايفرام هو عباره عن ليفيتور انوي وكوكسجيس وانكمبليت انتيريورلي عشان يعدي لي الايه؟ اليوريسترا والفاجينا في الفيميل واليوريسترا في الميل. عظيم. هتكلم عن العضله اللي هي الصغيره اللي ورا اللي لوحدها اللي اسمها الكوكسجيس، اللي ساعات بيسموها ايه؟ اسكيو كوكسجيس، اللي ساعات بيسموها الاسكيو كوكسجيس. تمام تمام. قالك والله الكوكسجيس ماسل دي لو جيت تبص عليها تحس ان شكلها شويه مثلث. تمام. لو تفتكر برضو في نفس المكان ده كان في ايه؟ في نفس المكان ده كده بالظبط، في نفس المكان بتاعها ده كده كان في حاجه اسمها الساكروسباينس والساكروتيوبروس ليجمنت. مين بالظبط بقى؟ انا هنا فين ده؟ مين؟ مش ده الاسكيال سباين؟ ده كده الاسكيال سباين. يبقى هي كان هنا الساكروسباينس ليجمنت. طب مين بقى اللي قاعد فوق مين؟ قال لك والله هي جايه فوق الساكروسباينس ليجمنت، يبقى هي بتوفرلاي الساكروسباينس ليجمنت. تاني انا بتكلم عن عضله من عضلات البلفيك دايفرام او البلفيك فلور اسمها الكوكسجيس. العضله دي موجوده ورا بوستيريور. تمام. قال لك هي شكلها تريانجولر، شكلها مثلث، هي اوفرلاي الايه؟ ساكرو سباينس ليجمنت. عايزين نتكلم عن اوريجين انسرشن نيرف سبلاي اكشن، مثبتين النيرف سبلاي مين؟ ساكرال بلكسس. ساكرال بلكسس. طب الاوريجين يا ترى هي طالعه منين؟ لو انت ملاحظ كده في الصوره هي طالعه من التب اوف الاسكيال سباين. التب اوف الاسكيال سباين ما بيفكركش بحاجه؟ الساكرو سباينس ليجمنت برضه طالع من التب. يبقى لو مثلا حط لك علامه على بون على التب دوت، التب بتاع الاسكيال سباين، يبقى تكتب الاثنين. الاوريجن بتاع المصل اللي هي الكوكسجيس او الاسكيو كوكسجيس، وكمان معانا الساكرو سباينس ليجمنت. حلو. طيب الانسرشن بتاعها بتروح تعمل انسرشن فين؟ هي اسمها كوكسجيس، فاكيد هتروح تعمل انسرشن في الكوكسكس. طيب لو انت ملاحظ فتحس ان هي جايه من فوق شويه، وبما انها اسمها كوكسجيس ففي او دي تفكرك بخمسه، يبقى هي بتاخد الفيفث سيكرال فيرتيبري، وكمان بتاخد الابر كوكسيك. الابر كوكسيك يبقى بتعمل فين؟ طبعا في اللاترال، في اللاترال مارجن بتاعهم. يبقى هي كوكسجيس الاو دي خمسه، يبقى هي الفيفث سيكرال، الفيفث سيكرال بيس، وكمان الابر كوكسجيال بيسز. ده الانسرشن. قلنا النيرف سبلاي سيكرال بلكسس. يا ترى العضله دي بتعمل ايه؟ العضله دي مهمه، وفي حاجه مهمه بتحصل هنا. العضله دي بما انها ماسكه في الكوكسكس فهي بتسبورت الكوكسكس، دي ما عنديش مشكله فيه. قال لك في حاجه بتحصل اثناء الديفيكيشن، او في حاجه بتحصل اثناء الولاده اكتر، يعني بتبان بشكل ملحوظ قوي اثناء الولاده، انه انا اثناء الولاده انا عايز اوسع المنطقه دي قدر الامكان. انا عايز اوسع منطقه البلفس دي عشان الطفل او البيبي يقدر ينزل كويس. فقال لك الكوكسكس
الكيرف اللي جاي ده، يعني انا بتبقى جاية عندي الحتة دي كيرفت كده، كيرفت مش حتة ستريت. فقالك اثناء الولادة بتسمح ان هي ترجع لورا شوية بحيث توسع لي الكافيتي، فالعضلة دي هي المسؤولة عن ان هي ترجعها تشدها تاني لقدام وترجعها بعد ما الاكشن يخلص، تمام؟ فقالك هي ايه العضلة دي، تخيل معايا العضلة كده بتتشد على بعضها كده، بتتشد يعني بتتشد على بعضها كده، فتروح مش سحبه لك الكوكسكس دي لقدام تاني، بتسحب لي الكوكسك لقدام، تمام؟ بول الكوكسك فورورد بعد الديفيكيشن وبعد الليبر، تمام؟ بترجعها مكانها تاني. يبقى تاني انا بتكلم عن عضلة اسمها الكوكسيجيس. الكوكسيجيس دي من عضلات البلفيك دايفرين او البلفيك فلو، ليها اوريجين انسرشن ونيرف سبلاي واكشن. الاوريجين بتاعها طالع منين؟ طالع من التب بتاع الاسكيال سباين. وبتروح تعمل انسرشن فين؟ بتعمل انسرشن في كوكسيك يعني او يعني خمسة في الفيفث سيكرال اند الابر كوكسيجيال بيسز، في الفيفث سيكرال اند الابر كوكسيجيال بيسز. وبعد كده النيرف سبلاي بتاعها هو عبارة عن السيكرال بليكسس، والاكشن قلنا مهم جدا، بتعمل سبورت للكوكسيكس وبول ال بتبول الكوكسيك فورورد افتر ديفيكيشن اند ليبر، تمام؟ تمام، دي كده الكوكسيجيس وعرفنا هي اللي ورا دي. طيب بعد كده هنتكلم بقى عن الليفيتور انوي، والليفيتور انوي دي حوار لوحدها، تمام؟ ازاي؟ بص معايا، انت طبعا حفظت الصوره دي خلاص. الليفيتور انوي قلنا هي الدايره اللي احنا هنشاور عليها دي كده، دي كده على بعضها الليفيتور انوي. الليفيتور انوي دي عايزين نعرف فيها ايه؟ اوريجين انسرشن نيرف سبلاي اكشن زيها زي اي عضله، تمام؟ تمام. طيب قالك الاوريجين بتاعها سهل وبسيط وهنتكلم عليه يعني في الانجاز. بص يا سيدي، لو بصيت هنا بيقولك الاوريجين بتاعها هي ليها ايه؟ ليها لينير اوريجين، هي ماشيه كده، تمام؟ لينير اوريجين. طب ليه انت ما كملتيش يعني الخط؟ يعني هقولك لان الفايبرز بتقابل بعض وبتلحم مع بعض، انا مش هكمل ما بتروح تكملش انسرشن في بون، تمام؟ تمام، عظيم. ايه اللي انا شاورت عليه ده بقى؟ قالك ده البيوبس، هي الباك بتاع البودي بتاع البيوبس. وفي حاجه انا خافتها كده، ايه هي بقى؟ الحته البيضه دي. الحته البيضه دي ايه؟ الخط الابيض ده. الخط الابيض ده بيسموه وايت لاين، او بيسموه الوايت لاين، او بيسموه التندينيوس ارش. ايه برضو ده؟ ده عباره عن جزء من الاوبتيريتور فاشيا، ده جزء من الاوبتيريتور فاشيا، تمام؟ تمام. وايه كمان؟ بتروح تعمل انسرشن كمان في الاسكيال سباين. بس فين هنا بقى في الاسكيال سباين؟ في البيز، في البيز بتاع الاسكيال سباين. يبقى الاسكيال سباين التب كان الكوكسيجيس والساكروسباينس ليجمنت، اما البيز كانت مين؟ الليفيتور انوي. الاوريجن بتاعها من الاسكيال سباين بس من البيز بتاعه. يبقى الاوريجن سهل جدا وبسيط جدا، عبارة عن ايه؟ عبارة عن linear origin، شبه الخط كده، تمام؟ من ال back of the body of the pubis، ال back of the body of the pubis، وبتاخد اللي هو ال tendinous arch او اللي هو ال white line، وبتاخد ال base بتاعت ال ischial spine. حلو حلو. فين يعني الحوار في الليفيتور انوي؟ ما هي سهلة اهي. قالك بص يا سيدي، هي فعلا سهلة والله مش صعبة. انا عندي الفايبرز قلنا اليو بيوبو كوكسيجيس بيوبو ريكتاليس اليو كوكسيجيس. حلو حلو جدا. فين برضو المشكلة؟ مفيش مشكلة. تعال بقى شوف لي الانسرشن، تعال بقى بالراحة كده شوف لي الانسرشن. هناخد جزء جزء، خلينا نركز في الصورة دي. احنا معانا اول حاجة قسموها الى anterior fibers، سموها ايه؟ بيوبو كوكسوجيس. يبقى ادي الانتيرور فايبرز اللي هي البيوبو كوكسوجيس، اللي هي الخضرة في الصورة، الخضرة بيوبو كوكسوجيس، يعني جاية من البيوبس ونازلة ماشية رايحة تمسك فين؟ في الكوكسكس، زي ما انت شايف كده الكورس بتاعها. فهي بيقولك بتعدي باكورد عشان تروح تعمل انسرشن في حاجة. هي ايه بقى الحتة اللي هنا دي كده؟ معلش، قالك والله الحتة اللي هنا دي اسمها ايه؟ برينيال بودي. قال لا، ايه بقى البرينيال بودي ده؟ بكل بساطة البرينيال بودي ده كان جزء في الامبريولوجي بيشكل الحد الفاصل ما بين الجي اي تي واليوروجينيتال سيستم، ومهم عندي ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت للفسرة اللي موجودة في المكان ده. طب فين ايه يعني فين دوت؟ قال لك والله هو ده البرينيال بودي، هو ده البرينيال بودي، الحتة الصفرة دي مكان البرينيوم اهو. انت لو خدت بالك انه ده كده الريكتوم
وهنا كده الفاجينا واليوريثرا، وده حته البرينيال بودي. تمام تمام فهي الانتيريور فايبرز تبقى لازم تبقى عارف ان هي بتعمل انسرشن فين في البرينيال بودي. الانتيريور فايبرز دي اسمها ايه؟ اسمها اللهم صل على النبي البيوبو كوكسجيس. البيوبو كوكسجيس. طيب سكتنا على كده في البيوبو كوكسجيس؟ قال لك لا والله قسمناها. البيوبو كوكسجيس دي قسمناها الفايبرز. ايه الفايبرز دي؟ حاجتين، هما مش حاجتين، هما بتختلف في الميل عن الفيميل. تمام ليه بقى؟ قال لك في فايبرز لو لفت حوالين الفاجينا بنسميها بيوبو فاجينالز، عمليه السفينكتر حوالين الفاجينا سميناها بيوبو فاجينالز. طب لو في الميل بنسميها ليفيتور بروستات. يبقى بتشتغل حاجه في الميل وحاجه في الفيميل، هي هي العضله البيوبو كوكسجيس، ولكن الفايبرز بتاعتها في شويه فايبرز يعملوا لي سفينكتر حوالين الفاجينا ونسميها بيوبو فاجينالز، ودي عضله مهمه جدا في الفاجينا وليها اكسرسايز لوحدها البيوبو فاجينالز دي، عشان برضو انه زي ما قلنا العضله دي مهمه اللي هي البلفك فلور عامه. طيب والليفيتور بروستات في الميل اسمها ليفيتور بروستات. تمام تمام يبقى دي كده انا بتكلم عن ايه؟ عن الانسرشن بتاع الليفيتور انوي. بتكلم عن الانسرشن بتاع الليفيتور انوي وقسمتها لفايبرز. انا بتكلم عن البيوبو كوكسجيس. البيوبو كوكسجيس اللي هي الانتيرور اللي بتمشي باكورد علشان ايه؟ عشان تروح تعمل انسرشن في مين؟ في البرينيال بودي. في البرينيال بودي. طيب تعالى بقى نشوف الفايبرز اللي بعد كده مين. الفايبرز اللي بعد كده البيوبو ريكتيلز. البيوبو ريكتيلز. البيوبو ريكتيلز دي زي ما انت شايف جايه من البيوبس وتروح تمسك فين؟ دي الريكتوم. ده الريكتوم. تمام قالك بس هي يعني مش هتمسك في الريكتوم، هي بتروح تعمل ايه؟ في حاجه اسمها انو ريكتال جانكشن. انو ريكتال جانكشن، انا عندي الريكتوم وبعد كده الانال كانيل. قالك عند الانو ريكتال جانكشن في المكان دوت كده بتروح الفايبرز مقابله بعض. يعني انا عايزه اوريك صوره تانية. بص بقى معايا كده على الصوره اللي تحت دي كده. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الفايبرز بتروح تمسك، يعني انا هنا بقى جايه من البيوبس، انا بتكلم عن البيوبو ريكتالز. البيوبو ريكتالز اللي هي الانترميديت فايبرز. قال لك هتمشي برضو لورا كده، ماشي هتمشي لورا علشان تروح تعمل ايه؟ عشان تروح عند ده الريكتوم. ده الريكتوم، فعند الانو ريكتال جانكشن وتروح الفايبرز من الناحيتين مقابلين بعض. الفايبرز يقابلوا بعض ويعملوا لك حاجه ايه؟ اسمها سلينج، حاجه شكل الواي كده اسمها سلينج. تمام سلينج هي شبه الواي كده عند الانو ريكتال جانكشن. بس كده قال لك لا، قال لك الانوس دي حواليها سفينكتر، في سفينكتر بتتحكم فيها، في سفينكتر بتتحكم فيها اللي هي الاكسترنال انال سفينكتر. قال لك بما ان الفايبرز عند الانو ريكتال جانكشن تروح متحده مع الاكسترنال انال سفينكتر فايبرز دي ويتحدوا مع بعض. دي مين؟ دي البيوبريكتالس. يبقى دي الانترميديت فايبرز اللي هي البيوبريكتالس. لسه معايا مين؟ لسه كده اليوكوكسجيس. اليوكوكسجيس اليوكوكسجيس يعني من الإليوم وتروح تمسك ايه؟ في الكوكسكس. تمام هتروح تمسك في الكوكسكس. قال لك لا هي مش من الإليوم، هي اسمها اليوكوكسجيس، هي جايه من الاوبتيوريتور فاشيا ومن الاسكيال سباين. جايه من الاوبتيوريتور فاشيا والاسكيال سباين، بتروح تمسك فين؟ في الكوكسكس والانوكوكسجيال ريف. كلمه ريف احنا قلنا بتمسك في مين؟ في الكوكسكس. اهي هي الحته الصفرة دي هتمسك في الكوكسكس والانوكوكسجيال ريف. يعني ايه انوكوكسجيال ريف؟ الريف ده التقاء مكانين من يعني من الناحيتين زي بعض بيعملوا لي الريف. فاكر لما خدت في التراينجلز بتاعه النك في سوري التراينجلز كده اللي كانت في الهيدا النك يعني وكده، وكان في برضو حاجه اسمها ريف. فهو الريف ده التقاء حاجتين من ناحيتين مع بعض كده. فدي الإليوكوكسجيس بتيجي من الأوبتيوريتور فاشيا والإسكيال سباين تروح تعمل انسرشن في الكوكسك بس من الجوانب كده، واللي هو الايه؟ الإينوكوكسجيال ريف. الإينوكوكسجيال ريف. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الليفيتور إينوي. تعالى بقى تاني نراجع الليفيتور إينوي أوريجين وانسرشن قبل ما نتكلم عن الأكشن، أو ممكن نتكلم عن الأكشن وبعدين نجيب الليفيتور إينوي كلها تاني. تمام تمام يا ترى العضله المهمه دي ايه؟ ممكن يعني الاكشن بتاعها مهمه في ايه؟ ادي الكلام اللي احنا قلناه، ادي الاوريجين وادي التقسيمه بتاعتها وادي الانسرشن بتاع كل نوع من الفايبرز. طيب ده شكلها برضو تاني، ده زي ما قلت لك بيقسموها اهي. دي البيوبو فاجينالز،
حوالين الفاجينا بيوبوكوكسجياس بيوبوريكتالز اليوكوكسجياس اسكيوكوكسجياس اللي هي الكوكسجياس عادي جدا وده نفس الشكل. تمام. فنحتاج الصورة دي ان احنا نراجع عليها، ولكن احنا عايزين نعرف ايه هي الاكشن بتاعها. تعال بص كده، تخيل معايا العضلة دي، انت كان عندك الدايفرام فوق بيعمل ايه؟ برضو مش الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاعه كان بيغير لي في البريشر جوه السوركس، وكان بيأثر بقى على اللنج، والبريشر لا يزيد يقل، فالهواء يدخل ما يدخلش كده، فهو برضو هنا دي بتزود لي الانترا ابدومينال بريشر. فلما انا عايز الانترا ابدومينال بريشر في ايه؟ لما في الحزق، ايوه معنى الحزق، البيرنج داون. البيرنج داون ده يعني مثلا واحد في الديفيكيشن عنده كونستيبيشن ولا حاجة، مهمة جدا في الدليفري. ليه بقى مهمة جدا في الدليفري؟ في مرحلة تانية من مراحل الولادة الست بتبقى محتاجة تعمل البيرنج داون ده، فلو العضلات دي مش قوية مش هتقدر تعمل البيرنج داون ده بشكل مظبوط بشكل كويس، وممكن يؤدي الى برولونجد ليبر، تطول الولادة ويحصل كومبليكيشنز انا في غنى عنها، فلازم العضلات دي تكون قوية جدا. تمام، فهي بتزود الانترا ابدومينال بريشر. مهمه تاني في الولاده ليه؟ مهمه تاني في الولاده عشان في حاجه بتحصل كده في مراحل الولاده الطبيعي اسمها الجتر اكشن. يعني ايه الجتر اكشن؟ احنا بنسمي عضله البلفيك دايفرام دي اصلا على بعضها الزحليقه. الزحليقه ليه؟ اول ما البيبي بيوصل، هو في حوالي 6 7 خطوات للولاده، اول ما البيبي بيوصل عند العضله دي بتروح مزحلقاه منزلاه. يعني بص تخيل معايا كده، البيبي اول ما بيوصل بيتزحلق كده بيتزحلق كده لحد ما يوصل ايه، يبقى بوستيرور للسيمفيسيس بيوبس كده. تمام، فبتروح مزحلقاه كده ويروح حاصل كمان روتيشن. فقال لك ديت هي بتروح عامله سبورت للهيد بتاعه الفيتوس بحيث ان هي بتزحلقها لحد ما توصلها للسيمفيسيس بيوبس وروتيشن كمان. يبقى هي مهمه عندي في الولاده ان هي بتزود الانترا ابدومينال بريشر، وان هي بتسبورت الفيتوس هيد وتعمل لي ايه الروتيشن اثناء الليبر. طيب انا قلت لك ان انت عندك حاجه اسمها البيوبريكتالز. البيوبريكتالز دي مش انا قلت لك ان هي حته كده، قلت لك ان هي بتعمل فيوجن بتلتحم مع الاكسترنال انس فينكتور فانكشن، فانا ممكن اعتبرها سفينكتور للريكتوم. تمام. قلت لك كمان ان الانتيريور فايبرز بتعمل لي حاجه اسمها البيوبوفاجينالز في الفيميل، وكان اسمها ايه في الميل؟ ليفيتور بروستات. برافو. فدول برضو بيسبورت البروستات في الميل والفاجينا في الفيميل، فده مهمة. وقلت لك كمان انه الانتيريور فايبرز دي بتعمل انسرشن فين؟ هي الانتيريور فايبرز فين؟ في البرينيال بودي، وبالتالي في البرينيال بودي ده ان هي بتعمل سبورت للبرينيال بودي. تمام، يبقى الاكشن، نجمع الاكشن كده، الانترا ابدومينال بريشر ماشي، فبتساعد في بتزود الانترا ابدومينال بريشر فبتساعد في الدليفري، بتسبورت الهيد بتاعه الفيتوس وبتعمل روتيشن اثناء الليبر، البيوبريكتالز ممكن اعتبرها سفينكتور للريكتوم، الانتيريور فايبرز كان عندي بيوبو فاجينالز وبيوبو ريكتالز سوري بيوبو فاجينالز وليفيتور بروستات، فبتسبورت البروستات في الميل والفاجينا في الفيميل، بتعمل كسفينكتور للفاجينا. كمان قلنا الانتيرو فايبرز دي بتعمل انسرشن اللي هي البيوبو كوكسجياس، بتعمل انسرشن في البرينيال بودي فبنعمل سبورت للبرينيال بودي. يبقى انا كده اتكلمت على اكشن بتاع الليفيتور انوي. يبقى ده تعالى نقراه مع بعض، الاكشن بتاع الليفيتور انوي ان هي بتنكريز الانترا ابدومينال بريشر فبتساعد في الدليفري، البيوبوريكتالز اكت از سفينكتور وبالتالي اكت از سفينكتور للريكتوم، وعندك كمان الانتيرو فايبرز بتسبورت البروستات في الميل واكت از سفينكتور في الفيميل، استدي البرينيال بودي سبورت الهيد بتاعه الفيتوس وروتيت اثناء الليبر. لسه عندي ايه؟ لسه عندي النيرف سابلون. قالك بص يا سيدي، النيرف سابلون بما ان ده البلفيك فلور او الحاجه اللي قافلالي البلفس، فبالتالي ليها ايه؟ ليها تو سيرفيسز، واحد بيبص على البلفس من جوه والتاني هيبص على ايه. احنا قلنا ايه اللي بعد البلفس؟ ايه اللي بعد الدايفرام بتاع البلفس؟ القفله بتاعته برينيوم، فهي ليها برينيال سيرفيس وبلفيك سيرفيس. البلفيك سيرفيس الاثنين من السكرال بلكسس، احنا متفقين على ده من البدايه، ولكن قال لك البلفيك سيرفيس بياخد دايركتلي من السكرال بلكسس، اما التاني بياخد من حاجة اسمها inferior rectal nerve بتاع البيودندل. البيودندل ده من النيرفات التيرمينيشن بتاع sacral plexus، هناخدها بالتفصيل. في منه فرع اسمه inferior rectal ده بيغذي لي perineal surface بتاع elevator inner. النيرف سبلاي تاني، انا عندي pelvic surface و perineal surface،
بلفيك سيرفيس وبرينيال سيرفيس. البلفيك سيرفيس سبلاي دايركت برانش من السيكرال بليكسس، البرينيال بياخد من ايه؟ من برينيال بيودندل، برينيال بيودندل، من البيودندل نفسه؟ لا، من الانفيريور ريكتال بتاع البيودندل. حلو حلو. احنا محتاجين نراجع على الليفيتور ايناي تاني لانها مهمه جدا. بص يا سيدي، صلى على رسول الله، فين بقى الصوره؟ ماشي، ممكن نخلينا في الصوره دي. طيب الليفيتور ايناي، الليفيتور ايناي قلنا دي عضله من عضلات البلفيك دايفريم. حلو، قلنا دي عضله من عضلات البلفيك دايفريم، عباره عن ايه؟ عباره عن عضلتين كوكس سوري الليفيتور ايناي دي متقسمه لثلاثه. ايه الثلاثه؟ الاليو كوكسجيس، بيوبو كوكسجيس، بيوبو ركتالس. عايزين نعرف اوريجين، انسرشن، نيرف سبلاي، والاكشن تاني. طيب تعالى بص معايا كده عشان نشوف الاوريجين بتاعها. الاوريجين بتاعها قلنا ليها لينير اوريجين، ماشي خط كده تمام، ولحد هنا وبنقف. ايه الخط ده؟ مين ده؟ البيوبس، الباك اوف ذا بودي اوف ذا بيوبس. والحته البيضة دي اسمها ايه؟ وايت لاين او تنتينيوس ارش بتاع الاوبتيوريتور فاشيا. وهنا كان في مين؟ الاسكيل سباين، قلنا البيز بتاع الاسكيل سباين مش التب، البيز. طيب بعد كده يبقى ده كده الاوريجين تمام زي الفل. قال لك والله احنا هنقسمها، احنا هنقسمها مش هنسيبها كده. قسموها anterior fibers سموها بيوبو كوكسجيس وبيوبو ركتالز انترميديت فايبرز، وعندك الايه؟ الاليو كوكسجيس اللي هي البوستيريور. تمام تمام. طيب تعالى كده نشوف واحده واحده، عايزين نتكلم عن ايه؟ عن الانتيرو فايبرز. قالك الانتيرو فايبرز لو بصيت معايا اللي هي مين؟ اللي هي البيوبو كوكسجيس، البيوبو كوكسجيس. بص يا سيدي ادي اهي تمام، مش اللي رايحه تعمل سلينج، لا مش اخرنا هناك كده. قالك دي بتمشي داون وورد تروح تعمل انسرشن في البرينيال بودي. ايه البرينيال بودي ده؟ قلنا ان البرينيال بودي ده كان حاجه في الامبريولوجي تمام تمام، وبيسبورت الفيسرا دلوقتي مالناش دعوه بيه، هي بتعمل انسرشن في البرينيال بودي. حلو حلو. قالك متقسمه الفايبرز، لو انا دي فيميل ليه؟ لان عندي فاجينا فانا عرفت ان هي فيميل تمام. طيب مش دي طبعا الفاجينا، الفاجينا اللي قدامها دي ده الريكتوم. طيب اللهم صل على النبي، قلنا دي الانتيرور فايبرز اللي هي البيوبو كوكسجيس، بيوبو كوكسجيس ما تتوهش مني بالراحه، بيوبو كوكسجيس. الفايبرز بتتقسم، لو انا ميل، لو انا ميل هتعمل لي ليفيتور بروستات، لو انا في ميل هتعمل لي سفينكتر على الفاجينا تبقى ايه؟ تبقى بيوبو فاجينيلز. يبقى تاني انا اتكلمت عن الاوريجين خلاص ما فيهوش مشكله، انا عايزه اتكلم عن الانسرشن. الانتيرور فايبرز اللي اسمها البيوبو كوكسجيس بتتقسم الى فاجينال اللي هي البيوبو فاجينالس والايه؟ الليفيتور بروستات، وكمان بتعمل انسرشن في البرينيال بودي. خلصنا من دي، خلصنا من دي زي الفل. بعد كده اللي هي ايه؟ البيوبو ريكتالز، البيوبو ريكتالز من اسمها هتروح على الريكتوم، ده الريكتوم كده، فبتروح عند الريكتوم تلاقي اختها مقابلاها، اختها مقابلاها، عندي حاجه اسمها اينو ريكتال جانكشن، عندي حاجه اسمها ايه؟ اينو ريكتال جانكشن. وعند الاينو ريكتال جانكشن دي ماشي، عند الاينو ريكتال جانكشن دي بيتحدوا الاثنين مع بعض، وكمان يتحدوا مع الاكسترنال اينال سفينكتور بتاعه الريكتوم تمام، وبالتالي ممكن اعتبرها از سفينكتور للريكتوم. حلو حلو. لسه عندي مين؟ البوستيريور اللي هي الاخيره خالص اللي هي ايه؟ الاليو كوكسجيس، الاليو كوكسجيس. اليو كوكسجيس قلنا بتيجي منين؟ من الاوبتيوريتور فاشيا ومن الاسكيال سباين، تروح تعمل انسرشن فين؟ في الكوكسكس، تروح تعمل انسرشن في الكوكسكس. وحاجه اسمها اينو كوكسجيال راف، قلنا الراف التقاء يعني حاجتين من ناحيتين يعني زي بعض تمام تمام. يبقى انا اتكلمت عن الانسرشن. عايزين نتكلم عن الاكشن، قلنا والله افتكر الدايفرام اللي فوق وانه بيغير في البريشرز، فدي بتزود الانترا ابدومينال بريشر فبتساعدني في الولاده وبتساعدني في البيرنج داون. قال لك كمان على ذكر الولاده ان هي بتعمل لي ايه؟ الزحليقه، ان هي بتسبورت الهيد بتاعه البيبي وبتعمل لي ايه؟ وبتعمل لي روتيشن. طيب قلنا البيو لسه قايلين دلوقتي البيوبوريكتالز ممكن نعتبرها سفينكتر للريكتوم. طيب وقلنا كمان ان الانتيرور فايبرز بتروح تعمل انسرشن في البرينيال بودي وبالتالي بتسبورت البرينيال بودي، ومنها تو ومنها الفايبرز لو انت في ميل فهي عامله سفينكتر للفاجينا، لو هو ميل عامله سبورت للبروستات. يبقى ده الايه؟ الاكشن بتاعها. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي قلنا انا عندي بلفيك سيرفيس وبرينيال سيرفيس متفقين ان هو اصلا كده كده هي السيكرال بلكسس،
ولكن البلفيك سيرفيس فهو اللي بيغذي مين؟ من السكرال بليكسس، وبياخد برانشز دايركتلي من السكرال بليكسس، تمام. اما البرينيال سيرفيس اللي بره برينيال بيودندل، بس مين من البيودندل؟ انفيريور ريكتال، تمام. يبقى ده النيرف سبلاي بتاعها. يبقى اتكلمنا عن اوريجين، انسرشن، نيرف سبلاي، اكشن. نلم كده، احنا اتكلمنا عن البلفيك دايفرام، كوكسجياس ماسل، والليفيتور اينوي. الكوكسجياس خدنا اوريجين وانسرشن ونيرف سبلاي والاكشن، والليفيتور اينوي التقسيمه بتاعتها اوريجين وانسرشن ونيرف سبلاي واكشن، تمام. تمام، عندك بقى ايه؟ الدكتوره حاطه لك جدول، الجدول ده لما فيه المسلز كلها. احنا من اول محاضره اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا اول حاجه عن البلفيك وول، خدنا اصلا مراجعه سريعه عن العظم، اتكلمنا عن البلفيك وول وعرفنا ان هو عباره عن طوب بون واسمنت جوينتس وليجمنتس، وعباره عن محاره الممبرينز والمسلز، واتكلمنا عليهم. بعد كده عرفنا ان احنا عندنا انتيرور بوستيرور بلفيك وولز، انتيرور بوستيرور بلفيك وولز، وكل واحده بتتكون من ايه، واهم حاجه اللاترال وول، واللي هو الدايفرام او الفلور بتاع البلفس اللي قافل لي البلفس، تمام. اتكلمنا عن كل حاجه في دول بالتفصيل. اللاترال بلبيك وول اهم حاجه، اتكلمنا عن العضلتين المهمين البايريفورمز والاوبتيوريتور، البايريفورمز والاوبتيوريتور، تمام. وبالمناسبه الاوبتيوريتور دي التندون بتاعها بيعدي ما بين التو جيميلاي، انفيريور جيميلس والسوبيريور جيميلس. يعني مثلا ممكن نرجع لصوره، اي صوره بس توضحها. بسم الله، عايزين صورة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هنا، بس هي مش باينة هنا. المهم يعني ان هي ما بين الايه، التو جيميلاي اللي هي الانفيريور جيميلس والسوبيريور جيميلس. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ بعد اللاترال وول اتكلمنا عن العضلات زي ما قلنا، بعد كده اتكلمنا عن البلفيك دايفرام، واتكلمنا عن العضلات بتاعة البلفيك دايفرام. قلنا ان انا عندي كوكسوجياس والليفيتور ايناي، واتكلمنا عن اهمية كل واحدة بالتفصيل. اخر حاجة معانا في المحاضرة هنتكلم عليها هي مين؟ هي الساكرال بليكسس. قعدنا نقول ساكرال بليكسس، ساكرال بليكسس. اولا الدكتورة قالت انا مش محتاجة اللهم صل على النبي، مش محتاجة منكم الروتس، يعني مش محتاجة تقولي من اس واحد واس اتنين وكده، لا احنا هناخد ايه في الساكرال بلكسس. ثواني بس كده، الساكرال بلكسس، بسم الله. بسم الله. اولا قبل يعني ما نقول الساكرال بلكسس، في مقدمة صغيرة كده بيقول لك النيرفات اللي بتغذي البلفس. انت عندك سوماتيك بلكسس، يعني ايه سوماتيك؟ يعني هتغذي لي المسلز، ماشي. وعندك حاجه اسمها فيسرال بلكسس او اوتونوميك بلكسس. مش انا عندي البلفس ده فيه عضلات؟ بس في فيسرا، ده اساسي، هو اصلا البلفيك كافيتي ده عشان يضم الفيسرا اللي فيه. فسوماتيك بلكسس وفيسرال بلكسس. السوماتيك هي عباره عن ايه؟ عباره عن سكرال بلكسس وكوكسجيل. اما الفيسرال بلكسس دي فهي عباره عن ايه؟ بيقول لك عباره عن حاجه اسمها بارا فيرتيبرال سمباثيتك تشين. يعني ايه بارا فيرتيبرال؟ بارا فيرتيبرال سمباثيتك تشين اللي هي الجانجليا، الجانجليا اللي بتبقى بارا سمباثيتك، اللهم صل على بارا فيرتيبرال، سوري، يعني حوالين الفيرتيبرال كولم كده، تمام. يبقى بارا فيرتيبرال سمباثيتك تشين وبارا سمباثيتك، يعني احنا هنغذي سمباثيتك ومش هنغذي بارا سمباثيتك، ده اوتونوميك. يبقى سمباثيتك وبارا سمباثيتك، تمام، سمباثيتك وبارا سمباثيتك، بارا فيرتيبرال سمباثيتك تشين وبارا سمباثيتك، بارا سمباثيتك، تمام. البارا سمباثيتك بلفيك سبلانكينك نيرف، سبلانكينك نيرف دي معناها ان هي بتغذي الفيسرا، تمام. زي ما قلت سمباثيتك وبارا سمباثيتك، في سوبيريور وانفيريور هايبوغاستريك بلكسس، تمام، سوبيريور وانفيريور هايبوغاستريك بلكسس. تعال نشوف بس شكلهم. ده شكل البارا البارا فيرتيبرال سمباثيتك تشين او الجانجليا دي، وهنا كده ده شكل الهايبوغاستريك بلكسس، ده كده ده شكل الهايبوغاستريك ابلكسس، تمام. تمام، يبقى انا عندي النيرفز بتاعه البلفز هي عباره عن ايه؟ عباره عن سوماتيك بلكسس وفيسرال بلكسس. السوماتيك هي عباره عن سكرال وكوكسجيل، اما الفيسرال فهي عباره عن بارا فيرتيبرال سمباثيتك تشين وبارا سمباثيتك بلفيك سبلانكينج نيرف سوبيريور وانفيريور هايبوغاستريك بلكسس. ده كله بيغذي الفيسرا اللي موجوده في البلفز. اهم حاجه عندي النهارده
عايزك تفتكر ايه؟ ان احنا هنتكلم عن السكرال بلكسس. عايزك تفتكر حاجه كده ان احنا خدناها وهرسناها كتير قوي. انت لما خدت ابر خدت بريكيال، لما خدت الابدومين خدت اللمبر بلكسس، واي بلكسس انت عارف الف ب ان انا عندي سباينال كورد. السباينال كورد بيطلع ليه انتيرور هورن وليه بوستيرور هورن، بيطلع فينترال روت وبيطلع دورسال روت، الاثنين بيتحدوا يكونوا السباينال نيرف اللي هو ماكس، فيطلع لي فينترال ريمس ودورسال ريمس. الدورسال ريمس ده بيغذي الباك المسلز وسنسوري، اما الفينترال ريمس ده فهو اللي بيعمل لي البلكسس اللي انا بتكلم عنها. عايز اوصل ان السكرال بلكسس هتتكون من ايه؟ هتتكون من الفينترال ريموي. تمام تمام تعالى بقى نشوف السكرال بلكسس. السكرال بلكسس عايز اعرف مكانها، هي موجوده فين السكرال بلكسس دي؟ قالك بص معايا، بص معايا على الرسمه دي كده، انا عايزك تعرف بس احنا فين في الرسمه دي. مش دي السيكروم ودي الايليا انت شايفها كده وده السيمفيسس بيوبس؟ يبقى انا باصه من الجنب. تمام، كانت مين العضله اللي ماشيه دي كده؟ البايريفورمز. عظيم، يبقى السيكرال بلكسس ان فرونت اوف البايريفورمز ماسل. ده مكانها موجوده فين؟ قدام العضله اللي اسمها البايريفورمز. حلو، هتقول لي حلو طيب ده كده عرفت البوزيشن بتاعها ان فرونت اوف البايريفورمز. عايزه تقول لنا ايه تاني؟ عايزين نعرف اي بلكسس بتتكون من ايه او بتتكون ازاي، الفورميشن بتاعها. طيب هقول لك كده، صلي على رسول الله. افتكر معايا كده في اللامبر بلكسس كان عندي حاجه اسمها ايه؟ لامبو ساكرال ترانك. ايه اللامبو ساكرال ترانك؟ كان عباره عن اللامبر فيرتيبري الرابعه والخامسه كانوا بيتحدوا مع بعض ويعملوا لي حاجه اسمها اللامبو ساكرال ترانك. هحتاجه ليه؟ لان هي بتتكون من اللامبو ساكرال ترانك دوت، وبتتكون كمان من الفنترال ريموي بتاعة الابر الثري ساكرال نيرفز، وكمان ساعات بيبقى معاهم ممكن نضيف معاهم الرابع. تمام، يعني هنقول ان هي بتتكون الاربعة وخمسة اللي هو اللامبو ساكرال ترانك، واس واحد واثنين وتلاتة واربعة. تمام، ده الفورميشن بتاعها. يبقى هي عبارة عن ايه؟ بتتكون من اللامبو ساكرال ترانك اللي هو كان عبارة عن الاربعة والخمسة، والفنترال ريموي بتاعة الابر الثري ساكرال نيرفز، وكمان معاها جزء من الرابع. تمام تمام طيب عايزين نشوف شكلها برضو. ده شكل الساكرال بليكسس، اكتر من شكل، ان هي هتاخد اللامبو ساكرال ترانك اللي هو ال 4 وال 5، تاخد من اس 1 هتاخد من اس 1 واس 2 واس 3 واس 4. تمام تمام يهمني برضو هنا حاجه نقولها بالمره، ان انا عندي ايه ده الترمينيشن بتاعها، ان هي بتنتهي بنيرف كبير اسمه السياتيك، والنيرف اللي اسمه بيودندل اللي احنا لسه قايلين بيودندل كان بيغذي مين؟ برينيال، بيودندل برينيال سيرفيس بتاع الليفيتور ايناي الانفيريور ريكتال منه. تمام تمام طيب نرجع لمرجوعنا تاني، ان هي كانت ان السكرال بلكسس بتنتهي بنيرفين مهمين، السياتيك وده نيرف كبير وطبعا مشهور جدا، والبيودندل. ايه البيودندل ده؟ بيغذي لي الفسرا وبيغذي لي السكشوال اورجنز وكده، مش هنتكلم عنه اصلا ولا هنجيب سيرته. والسياتيك مهم جدا برضو، احنا مش هنتكلم في تفصيل. قالك في حته بس بالنسبه للسياتيك، السياتيك ده يا اما يكون مقسوم من اول فوق، يا اما لما بينزل تحت في الليج بيتقسم. تمام، ساعات بيبقى مقسوم من اول فوق، حتى هتلاقي مثلا ايه اللون مختلف شويه ليه او الشكل مختلف شويه. ساعات بينزل مقسوم اللي هو كومن بيرونيال وتيبيال، كومن بيرونيال وتيبيال نيرف، وساعات بيبقى جاي ايه من فوق النيرف مش مفصول ويتفصل في الليج. حلو حلو، يبقى دي كده السكرال بلكسس. عرفنا البوزيشن بتاعها ان هي موجوده ان فرونت اوف البايريفورمز ماسل، والفورميشن بتاعها لامبو ساكرال ترانك ال 4 ال 5 واس 1 و2 و3 وكونتريبيوشن من 4. تمام، وشفنا شكلها. تعالى عايزين نشوف هي ايه الكورس. الكورس بمعنى ايه؟ هي ماشيه ازاي؟ بص معايا كده على الرسمه دي، صلى على رسول الله. ده التخين ده اللامبو ساكرال ترانك. قال لك اللامبو ساكرال ترانك ده بينزل نازل فين هنا كده؟ على الالا اوف ذا سيكروم، الالا اوف ذا سيكروم. تمام تمام، هيجي يلاقي ايه؟ هيجي يلاقي الفنترال ريموي بتاعت ايه؟ السيكرال، الفنترال ريموي بتاعت السيكروم، الفنترال ريموي بتاعت سيكرال نيرفز. تمام تمام كده، وصل البلفيك كافيتي، هيجي عند المكان دوت من خلال السكرال فورمن، من خلال الفتحه اللي موجوده هنا دي، ويمشي لاترال كده وانفيرور، هيكمل ايه لاترال وانفيرور على البلفيك وول. ماشي
تمام، قلنا هي قدام البايريفورمز. لو تفتكر البايريفورمز كانت بتعدي هنا كده في الجريتر سياتيك نوتش. حلو جدا، تمام. الروتس دي بقى هتبدأ تتحد هنا وتكون لي مين؟ تكون لي بقى الايه الترمينيشن بتاعها والبرانشات وده كله. تمام، هتمشي عند الجريتر سياتيك نوتش، بتكون انتهت وتديني البرانشات الكبيره بتاعتها السياتيك والبيدن. تاني، صلى على رسول الله، انا عندي الايه الساكرال بلكسس عباره عن لامبو ساكرال ترانك، وعباره عن الايه الاس 1 اس 2 اس 3 اس 4. اللامبو ساكرال ترانك ده بينزل كده ماشي، هينزل على الالا اوف ذا ساكرام وهيكمل، هيلاقي مين؟ هيدخل البلفس، هيلاقي عندي مين؟ هيلاقي عندي الفنترال ريموي بتاعه الساكرال نيرفز. تمام، هيوصل عند برضو هنا هيلاقي البايروفورمز مصر. قالك بعد ما قابلهم خلاص، قابل الجماعة، وبعد كده هيبدأ ان هو الروتس دي، الروتس اللي هي اللامبوساكرا ترانكو اس 1 اس 2 اس 3 يبدأوا يتجمعوا ويتحدوا مع بعض، يكونوا البرانشات بتاعتهم لحد ما نوصل الجريتر سياتيك نوتش. عند الجريتر سياتيك نوتش بيبدأ يتقسم، التخين اللي ورا مكمل ده خلاص، ده بقى اسمه السياتيك، ما بقاش اسمه الايه ولا لامبو ساكرا ترانك ولا حاجه، ده بقى السياتيك. اتقسم من عند مين؟ من عند الجريتر سياتيك نوتش. يبقى ذا لور بورت اوف الجريتر سياتيك نوتش بيبدا يحصل له ايه؟ بيبدا ان هو يتحول ان هو يتقسم لسياتيك وبيودندل. تمام، ادي بيقول لك اهو نفس الكلام اللي قلناه. طيب البرانشات، وعلشان نتكلم عن البرانشات هنا، انا زي ما قلت لك الدكتوره قالت ان هي محتاجه ان انت تعرف بس، يعني مثلا تقول لك النرف ده طالع منين، يا اما يطلع عندي من الروتس، يا اما يطلع عندي من الروتس ماشي، يا اما يطلع من الدورزال برانش، يا اما فينترال برانش، يا اما تقول لي ده كومبايند دورزال مع فينترال، يا اما ده تقول لي ده تيرمينال برانش. يبقى تاني في البرانشات انا عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف النيرف اللي هقول لك اسمه ده طالع من الروت ولا طالع من الدورزال برانش ولا من الفنترال برانش ولا كومبايند دورزال مع فنترال ولا تيرمينال. طيب ايه هم يا ستي اللي طالعين من الروتس؟ مين اللي طالع من الروت؟ الروت ده حاجة كبيرة، الروت ده حاجة أساسية، يبقى هيطلع عندي عضلات أساسية. مين هي العضلات الأساسية؟ بايريفورمز، ليفيتور إيناي، كوكسجياس، وإكسترنال إينر سفينكتور، بلفيك سبلانكينك نيرف. تاني أنا بقول الروتس، الروتس هيطلع منها إيه؟ الروتس خلينا نقولهم كده، بايريفورمز، بلفيك سبلانكينك نيرف، بي بي، بايريفورمز، بلفيك سبلانكينك نيرف. قعدت أقول لك الليفيتور إيناي ديت مهمة، البلفيك دايفرام مهم، يبقى الليفيتور إيناي، كوكسجياس، دول اللي ايه البلفيك دايفريم، وهتحط معاهم اكسترنال انال سفنكتر. تاني عايزك تعرف اللي طالعين من الروتس، مين؟ حاجات مهمه، روت يعني حاجات مهمه. هتقولي البي بايريفورمز بلفيك سبلانكينك نيرف، وبلفيك سبلانكينك نيرف دي بتغذي البسره، الدايفريم اللي هي الليفيتور ايناي وكوكسجياس واكسترنال انال سفنكتر، دول الروتس. تاني اللي طالعين من الروتس مين؟ بي وبي، بايريفورمز بلفيك سبلانكينك نيرفز، الدايفريم الليفيتور ايناي والكوكسجياس، حطي معاهم الانال سفنكتر. طيب دول الروتس. طيب الدورزال برانش والفنترال برانش شبه بعض، بمعنى انه هتقولي الدورزال برانش طالع منه ايه؟ سوبيريور جلوتيال نيرف وانفيريور جلوتيال نيرف، اما الفنترال برانش فطالع منه ايه؟ نيرف للكوادريتاس فيموريز ونيرف للاوبتيريتور انترنس. يهمني هنا ايه بقى؟ الاوبتيريتور انترنس. ليه؟ عشان هتيجي تسالك الاوبتيريتور انترنس بتاخد تغذيه من مين، هتقول لها بتاخد نيرف تو اوبتيريتور انترنس من الفنترال برانش اوف الساكرال بلكسس. ده ممكن تتسال فيه لان دي عضله موجوده معانا، الكوادريتاس فيموريس ممكن ما اسالكش فيها، ولكن تيجي تقول لك النيرف تو اوبتيريتور انترنس منين وتحط لك كله وتقول لك بقى، هتقول لها فينترال برانش بتاع السكرال بلكسس، او اصلا ايه هو النيرف سبلاي بتاع الاوبتيريتور انترنس، يبقى عارف.
كانت مين مع الاوبتيريتور انترنس في اللاترال بيلفيك وول؟ البايريفورمز. قلنا البايريفورمز عضلة مهمة، بتاخد منين؟ من الروتس على طول، يبقى من الروتس على طول. يبقى انا اتكلمت عن الروتس خلاص. الدورز للبرانش قلنا حاجتين، سوبيريور جلوتيال وانفيريور جلوتيال، الفنترال برانش اوبتيريتور انترنس وكوادريتس فيمورز. طيب لسه معانا مين؟ لسه معانا الكومبايند اللي هو يطلع منين، اللي هو يطلع من الدورزل والفنترال. تمام. اللي بيطلع من الدورزل والفنترال مع بعض حاجه اسمها البوستيريور كوتينيوس نيرفوس سوي. اللي بيطلع من الدورزل والفنترال بوستيريور كوتينيوس نيرفوس سوي. طيب قلنا التيرمينال برانشز دي احنا قلناها بتتقسم الى سياتيك وبيودندل. سياتيك وهو ده اكبر نيرف عندي، والبيودندل. تمام، سياتيك وبيودندل دي التيرمينال برانشز. يبقى انا كده اتكلمت عن السكرال بلكسس. تمام. تعال نشوف البرانشات ونقراها مع بعض. ادي البرانشز بتاعتها من الروتس بيطلع لي مين؟ خلينا كده مع بعض. من الروتس اهو، من الروتس بيطلع لي مين؟ بيطلع لي البايريفورمز، بلفكس بلانكينج نيرف، ليفيتور ايناي كوكسوجيس، واكسترنال انال سفنكتور. طيب من الدورزال برانشز، الدورزال بيطلع لي مين؟ سوبيريور جلوتيال وانفيريور جلوتيال. الفنترال بيطلع لي حاجه مهمه جدا الاوبتيوريتور، بيطلع لي حاجه مهمه اللي هي الاوبتيوريتور انترنس. ماشي، نيرف تيوبتيوريتور انترنس والكوادريتس. طيب بعد كده الكومبايند، قلنا الكومبايند عباره عن ايه؟ بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي والتيرمينال برانشز السياتيك، وده اكبر نيرف، والبيودندال نيرف. تعالى برضو بص معايا كده، ادي اهيت قالك بروفايد سنسوري موتور طبعا للبوستيرور ساي. بقى ما السياتيك بينزل بقى موست اوف اللور ليج اند الانتاير فوت اند بورتس اوف البلفس. ليه بقى؟ قالك كده لان انت عندك طبعا السياتيك بينزل ويكمل في الليج، فيدي لك موتور وسنسوري للبوستيرور ساي والموست اوف اللور ليج وكده. وقال لك بورتو في البلفس ده البيودندل المسؤول عن الحته دي. وزي ما قلت لك انه السياتيك يا اما ينزل مقسوم الى كومن بيرونيال وتيبيال نيرف، يا اما ان هو بيتقسم تحت في اللج. تمام. يبقى عايزين نراجع عن الساكرال بليكسس. الساكرال بليكسس هتكلم عنها في ازاي. بقول ان الساكرال بليكسس دي هي سوماتيك بليكسس. تمام، سوماتيك بلكسس بتطلع ازاي؟ قالك بتطلع ان فرونت اوف البايريفورمز ماسل. ان فرونت اوف البايريفورمز ماسل بتتكون من ايه؟ قالك الاربعة والخمسة اللي بيعملوا لي اللامبو ساكرال ترانك. حلو، اس واحد واثنين وتلاتة واربعة. تمام، اس واحد واثنين وتلاتة واربعة. عظيم، كده اتكلمت عن الفورميشن بتاعها. طيب عايزين نتكلم عن ايه بعد ما اتكلمنا عن الفورميشن؟ الكورس بتاعها بتمشي ازاي؟ قالك بص معايا على الكورس بتاعها بتمشي ازاي. بسم الله، اهو لو بصينا قلنا انا عندي لامبو ساكرال ترانك، قلنا اللامبو ساكرال ترانك بينزل على القلق اوف ذا سيكرم. يمشي كده هيلاقي مين؟ لما يدخل البلفس هيلاقي الفنترال ريماي بتاعت اس واحد واثنين وتلاته، وهيمشي برضو هيكمل كده لاترال وانفيرور لحد ما نوصل فين؟ لحد ما نوصل ان هو البرانشات تبدا تتكون، البرانشات تبدا تتكون ويوصل عند الاند او عند اللور بورت بتاع الجريتر سياتيك نوتش عشان يبدا يتقسم الى السياتيك والى البيودندل. تمام. ده كده الكورس بتاع النيرف عندي. بعد كده البرانشات قلنا في حاجات بتطلع من الروتس، الحاجات الكبيره اللي بتطلع من الروتس البايريفورمز، بالبيكس بلانكينج نيرف، ليفيتور ايناي كوكسجيس، اكسترنال انال سفنكتور. قلنا دورزل اللهم صل على الدورزال برانشز سوبيريور جلوتيال وانفيريور جلوتيال، فنترال برانشز كوادريتس فيمرز واوبتيوريتور انترنس. قلنا كومبايند البوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. قلنا كمان التيرمينال برانشز هي عباره عن ايه؟ السياتيك وده اكبر حاجه، وبعد كده البيودنتال. حلو. تعالى بقى نراجع محاضرتنا كلها من الاول. احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا اول حاجه خالص، احنا محاضرتنا دي المحاضره الثانيه في البلفس، بتتكلم عن البلفيك وولز. البلفيك وولز اتكلمنا عن المكونات بتاعتها، اتكلمنا عن ان هو انتيرو بوستيرور ولاترال وولز بتاعه البلفس، واتكلمنا عن مكونات كل واحده فيهم بتتكون من ايه. اللهم صل على النبي. بعد كده بدأنا نتكلم عن اللاترال وول لوحده، اتكلمنا عن العضلات المهمه فيه وكل عضله مسكناها، اوريجين انسيرشن نيرف سبلاي واكشن. بعد كده اتكلمنا عن اللهم صل على النبي البلفيك دايفرام. ماشي،
اتكلمنا عن البلفيك دايفرام اللي هي قلنا مهم جدا جدا جدا، اتكلمنا فيه عن العضلات الاساسيه فيه الكوكسوجياس والليفيتور انوي والاجزاء بتاعه الليفيتور انوي اللي هي البيوبو كوكسوجياس بيوبركتالس اليو كوكسوجياس، اتكلمنا عن اوريجين انسرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتاعها، وفي النهايه اتكلمنا عن النيرفات اللي بتغذي بقى، اتكلمنا عن ساكرال بليكسس باختصار وبالمطلوب منكم بس. فان شاء الله الا اذا بقى كان في خلاف ذلك يعني، بس هو ان شاء الله ما فيش. اتمنى ان المحاضره كانت خفيفه عليكم واستفدتوا منها وتطلعوا فاهمينها كويس يعني، وان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا، ويبقى ختمها مسك ان شاء الله باذن الله مع الاناتومي. ولو احتجتوا حاجه احنا معاكم. السلام عليكم.